اللقاء الجميل ده، وطبعا يعني الشكر موصول لشركه روش على سبونسرنج للميتنج معهد القومي للاورام، واكيد الرابطه اللي هي الحقيقه بقت واحده من العلامات المضيئه في الممارسه الطبيه في دمياط ويمكن في الدلتا كلها. الاكتيفيتيز اللي بتعملها الرابطه والتجميع الجميله بتاعه الناس، يعني انا شايفها من الحاجات العظيمه. نتمنى ان شاء الله النهارده يعني يكون اليوم يعني مفيد لينا جميعا، وهنحاول ان احنا نتكلم عن الهيباتوسيلر كارسينوما بشكل متكامل شويه. انا هبدا بالكلام عن مقدمه عن الاستيجنج سيستمز بتاعه الهيباتوسيلر كارسينوما عموما، وهبدا في التريتمنتس وهتكلم عن الحاجات الكيوراتيف. بعدها ان شاء الله هيبقى في كلام عن التيس، في كلام عن الدياجنوزس، واخيرا يعني اخويا وصديقي العزيز دكتور اسامه الداهي هيختم بالكلام عن موضوع بقى مهم جدا، وهو السيستميك ثيرابيز فور هيباتوسيلر كارسينوما، اللي بقت الحقيقه يعني في مكانه مختلفه خالص عن اللي احنا كنا فاكرينه زمان. نتعشم ان احنا ان شاء الله يعني عندنا وجبه دسمه كده على الاتش سي سي نستفيد منها كلنا. بدايه الهيباتوسيلر كارسينوما فيها مشكله لكل الاورام حضراتكم عارفينها، وهي ان احنا مش بنتعامل مع ديزيز واحد، احنا بنتعامل مع مرض مركب. الهيباتوسيلر كارسينوما ككانسر، لكن ما يميزه ان اكثر من 90% من حالاتنا او من حالات الهيباتوسيلر كارسينوما بيبقى دايما فيها باك جراوند اوف سيروزس، وبالتالي في هيباتيك امبيرمنت. ده مش بيحصل في اي حاجه من الاورام الثانيه. فكتير قوي بيبقى عندي الهيباتوسيلر كارسينوما في وضع يسمح بالتعامل، لكن حاله الكبد او حتى حاله المريض العام نفسها تعاقبنا ان احنا نعمل انترفنشن. لذلك احنا بنتعامل مع ديزيز مختلف خالص، كانسر مختلف خالص. الحاجه الثانيه ان عندنا كلينيكال دايفرسيتي في الهيباتوسيلر كارسينوما نفسها كبيره جدا، وعندنا اناتوميكال دايفرسيتي، التعامل مع الليفر زي ما انتم عارفين 8 سيجمنتس. التعامل مع ليجن في سيجمنت في الليفت لوب اكزوفيتك ممكن يتشال جراحيا، غير التعامل خالص مع ليجن موجود في سيجمنت 7 في الضم ممكن الجراح ما يقدرش يوصل له. والاثنين يعني بيبقوا زي بعض بالظبط، بس الاناتوميكال بوزيشن بيفرق جدا في الديسيجن. عندنا فيسيولوجيكال فاريشن محترمه جدا. عندنا موليكولار دايفرستي، والجزء بتاع الجينيتك والبوليمورفيزم في الهيباتوسيلر كارسينوما بدأ ياخد يعني ابر هاند، ويمكن معظم الابحاث حتى اللي بقت بتتكلم دلوقتي على الريسبونس للتريتمنت بقت بتربط الريسبونس للتريتمنت ده بجينيتك بوليمورفيزم او بحاجه من الجينيتك دايفرستي. عندنا كلام كتير عن فروقات ما بين كل هيباتوسيلر كارسينوما والثانيه بيزد على تفاصيل زي الانجيوجينيسيس. ايه اللي يخلي التيومر يطلع حاجات تزود الانجيوجينيسيس وتزود البلاد سبلاي وتخليه يعمل اتس اون بلاد فيسلز عشان ياخد بلاد سبلاي، وليجن تاني ما يبقاش عنده المواد دي الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور وغيره وغيره. ايه الفرق في الانجيوجينيسيس؟ الحقيقه ده بيخلينا يعني نتعامل مع ديزيز في دايليما كبيره ودايفرستي كبيره قوي. مش كده وبس، الايتيولوجي بتاع السيروزس اللي هو المين ايتيولوجي بتاع الهيباتوسيلر كارسينوما شفنا فيه فاريشنز، ويمكن الادويه الجديده بتاعت الاتش سي سي حتى بينت لنا ده. احنا لما بنيجي نعمل سب اناليسيز لنتيجه واحد من السيستميك ثيرابيز بيزد على المين ريسك فاكتور، بنلاقي ان ساعات في حاجات بتاثر على الناس اللي عندهم اتش سي سي بسبب الهيباتيتس سي، والتاثير بيبقى اقل في البي او في النافل. فاحنا حتى عندنا فروقات على حسب الايتيولوجي نفسه. تاني وتالت ورابع، ويمكن دي من الحاجات اللي العالم كله بقى بيتكلم عنها دلوقتي، المالتي ديسيبلينري تيم. القرار في التريتمنت بتاع الهيباتوسيلر كارسينوما لازم يبقى مالتي ديسيبلينري، ما ينفعش واحد بس ياخد التخصص، مش علشان حاجه قد ما علشان ان كل واحد بيبص من السكوب بتاعه. وزي ما هنشوف بعد شويه في الجايد لاينز احنا عندنا اوبشنز كتير. عندنا جراحه وعندنا ترانسبلانتيشن وعندنا سيرجيكال ريسكشن، طبعا عندنا لوكال ابليشن، عندنا التيس. طب ما هو التخصص بتاعي ساعات كتير بيفرق في الديسيجن بتاعي. انا بعمل تيس ببقى شايف التيس ده احسن حاجه في الدنيا، انا جراح متخيل ان الجراحه هي الاوبشن الوحيد. كل واحد بيبص من المنظار بتاعه. علشان نتجنب القصه دي وعلشان في النهايه الديسيجن يبقى لصالح المريض فقط، المالتي ديسيبلينري
تيم هو الاساس في الاتش سي سي، وده يمكن اللي موجود في الدنيا كلها. قبل ما نتكلم على قراراتنا للعلاج والجايد لاينز بتقول ايه، لازم نبقى مستوعبين قوي الكونسبت بتاع الستيجنج سيستم. يعني ايه ستيجنج سيستم؟ ما هو عشان الدايليما الكبيره والدايفرستي الكبيره قوي في الهيباتوسيلر كارسينوما، كان لازم في حاجه تحط لنا النقط على الحروف وتحط لنا كلاسيفيكيشن واضحه. الستيجنج سيستمز دي عندنا طبعا ستيجنج سيستمز كتيره قوي. بدا الكلام زمان بان احنا نقيس حاجه واحده بس، وعشان كده سموها اليوني دايمنشنال سيستم، يعني زي التي ان ام. التي ان ام كلنا عارفينه اللي بيتطبق في كل الاورام، بس ده بيقيس حاجات ليها علاقه بالتيومر بس، ملوش دعوه بالليفر خالص. عندنا حاجات بتقيس الليفر بس، تشايلد سكور، الميلت سكور، طب وفين التيومر وفين الحاجات التانيه. عندنا حاجات بتقيس الكواليتي اوف لايف زي الاي سي او جي، بيرفورمانس ستاتس او الكارنوفسكي. بالمناسبه الاي سي او جي ده من الحاجات المهمه جدا، وهنقوله كده طالما عدينا عليه، لان ده مهم وهوريكم ازاي داخل في الجايد لاينز والديسيجنز. الاي سي او جي او الايسترن كوبريتيف اونكولوجي جروب سكيل اوف بيرفورمانس ستاتس، دي حاجه بتحدد الجنرال ويل بينج بتاع العيان. طب هو العيان ده كويس كده عموما ولا وحش؟ الاي سي او جي ده خمسه ستيجز، 0 1 2 3 4. 0 ده الشخص الطبيعي خالص اللي ما عندوش اي حاجه. 1 ده عنده مايلد سيمبتومز بس ما بتخليهوش يقعد في السرير. 2 و 3 ده واحد بيقعد فترات طويله في السرير. 2 ده بيقعد اقل، بيقعد كتير في السرير بس بيقعد اقل من 50% من وقت النهار نايم في السرير. 3 ده بيقعد اكتر من 50% من وقت النهار نايم في السرير بس بيقدر يخرج. 4 ده البدري. فمهم ان احنا يعني جزء نبقى عارفينه هنقوله بعد شويه، الاي سي او جي بتاع العيان. التشايلد سكور كلنا عارفينه مش هنتكلم عليه. الحقيقه من بدري قوي، يمكن من الثمانينات، بدات الناس تقول طب احنا هنجمع كوهورت كده من المرضى، شويه عيانين، ونشوف البروجنوزيس بتاعهم. مين اللي كان عنده ايه اثر عليه وخلى المورتاليتي احسن او المورتاليتي اوحش او اثر على السرفايفل. فكل مجموعه بدات تعمل سكورنج سيستم. كالفين ده بدأ يمكن في سنة 90، كان أول واحد، وده اتكلم على التيومر سايز، على خد شوية حاجات كده من الليفر فانكشنز، البيلروبين في أسايتس ولا لا، الجنرال كونديشن بتاع العيان، ستيوارت بعده. المهم إن كلها كانت دراسات بسيطة لكنها لا ترقى إنها تبقى جايد لاينز. الكلام بقى أو بداية الكلام المهم إن إحنا نطلع ستيجنج سيستم مبني دايما على السرفايفل. يعني ايه البريدكتورز اللي عند العيان اللي في النهايه هتاثر لي على السرفايفل؟ اتعملت دراسات كتيره قوي شملت حاجات منفصله عشان تتكلم على السرفايفل، بس خرجوا لنا او خرجوا لينا في النهايه خالص ان في فاكتورز محدده بتاثر على السرفايفل بتوع البيشنت دول. ايه الفاكتورز دي؟ اول حاجه حاجات ريليتد للتيومر نفسه، الستيج بتاع التيومر، الاجريسيفنس بتاع التيومر، السايز بتاع التيومر، النمبر اوف نوديولز، دي حاجات ريليتد للتيومر. الليفر فانكشنز تاني حاجه، اخبار الكبد بتاع العيان ايه والليفر بروفايل بتاعه ايه. تالت حاجه الجنرال ويل بينج او الجنرال هيلث بتاع العيان بسكور زي البرفورمانس ستاتس او الاي سي او جي اللي اتكلمنا عليه من شويه. واخيرا دور العلاج، واذا كنت انا عملت سبيسيفيك انترفينشن ولا عملت جراحه او عملت حاجه ودي هتاثر في السرفايفل ولا لا. في ناس اضافت لهم الالفا فيتو بروتين، الفا فيتو بروتين او التيومر ماركرز، وخصوصا الالفا فيتو بروتين حتى لو دوره مش قوي في الدايجنوزيس لكن له بروجنوستيك رول واضح جدا. بداوا يجمعوا الحاجات دي وقالوا يبقى احنا كده علشان نتكلم على البروجنوزيس احنا عندنا ثلاث مجموعات من الصفات اللي عند العيان ده. حاجه ليها علاقه بالبيشنت، جنرال ويل بينج، الليفر فانكشنز كلها بالسكورز بتاعتها، بالميلت سكور، بالقلب سكور اللي مؤخرا بقى انكلودد في البي سي ال سي، وحاجات ليها علاقه بالتيومر، السايز والنمبر والفاسكولار انفيجن ومعاهم الالفا فيتو بروتين. فالثلاث مجموعات الاساسيه دي لازم اي سكورنج سيستم هقدر اعتمد عليه وهحط بيه ريسك ستراتيفيكيشن للعيان وهاخد عليه بناء عليه ديسيجن التريتمنت، لازم يبقى ممثل فيه الثلاث مجموعات دول.
عندنا سكورنج سيستمز كتيره قوي في ال تي ان ام. في حاجه اسمها اوكودا. اوكودا ده قديم قوي، نظام سكورنج سيستم ياباني كان بيعتمد مثلا على الانفولفمنت للليفر. الليجن واخد اقل من نص السيرفيس بتاع الليفر او اكتر من نص السيرفيس، فيعني يمكن ما عندناش بنستخدمه قوي. الكليب او الايطاليان سكورنج سيستم من الحاجات اللي لازالت مستخدمه حاليا. عندنا البي سي ال سي او البرشلونة كانسر ليفر كلينيك جايد لاينز، ويمكن دي اشهر حاجه. والبي سي ال سي جايد لاينز ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي وهنشرحه، بس الحقيقه هو اكتر حاجه ليها بوبولاريتي في العالم، ويمكن المجموعه اللي عاملاه من اول لوفلت وجوردي بروش وماريا ريك حاليا، المجموعه دي هي اللي بتعمل الجايد لاينز بتاعه الامريكان اسوشيشن فور ستادي اوف جايد فور باد سيركل سينوما، جايد لاينز الباد سيركل سينوما، وبتعمل كمان الجايد لاينز بتاعه الايزا. فتقريبا المجموعه بتاعه البي سي ال سي يمكن هم اقوى ناس في او اقوى ريكومنديشنز في التعامل مع الباد سيركل سينوما. في السيوبي للتشاينيز، وفي جي اي اس او الجابانيز سيستم، وفي الجريتش السيستم الفرنساوي. الحقيقه ميزه البي سي ال سي بدون دخول في تفاصيل كل السيستمز الثانيه، ان الثلاث حاجات او الثلاث محددات اللي احنا اتكلمنا عليهم ممثله في البي سي ال سي. في البرفورمانس ستيتس بتاع العيان، في التشايلد سكور كمعبر عن الليفر كونديشن انت تشايلد كام، واخيرا في التيومر ريليتد فاكتورز، واذا كان في فاسكولار انفيجن ليمف نود والحاجات بتاعت التيومر. الحقيقه يعني البي سي ال سي بقى يعني كان له ابديتس كتير من اول واحد نزل، كان سنه 96 كل شويه يعملوا له ابديت، اخر ابديت كان في 2021. هنقف قدام الكرتون ده شويه صغيرين، لان هو ده اساس التعامل الحقيقه او اساس كلامنا على الديسيجن اللي هاخده للهيبات سيركارسينوما. احنا اتفقنا ان احنا عندنا ثلاث حاجات او ثلاث محددات، هنوصف التيومر، هنعمل تشايلد سكور للعيان عشان نشوف الليفر اخباره ايه، واخيرا هنشوف الجنرال كونديشن بتاعت العيان عن طريق الاي سي او جي اللي شرحناه في الاول. وهنبدا بيزد على الثلاث حاجات دول نسكن العيان في واحده من خمس مراحل او من خمسه ستيجز. ستيج زيرو، وبعد الزيرو اي وبي وسي ودي. الحقيقه هما كانوا اربعه الاول، كانوا اي بي وسي ودي، وبعد كده ضافوا الزيرو، فعشان ما يلخبطوش الحاجه سموها زيرو لوحدها. ده سبب. السبب الثاني ان ستيج زيرو دي اي انترفينشن فيها سكسسفولي بيتعمل بيرجع السرفايفل للزيرو بوينت. يعني دي المرحله الوحيده اللي لو انت تعاملت مع العيان بطريقه صحيحه فيها السرفايفل مش هيتغير. طيب نعدي على الخمس مراحل دول كده واحده واحده. اول واحده اللي هي ستيج زيرو، زي ما قلنا هنتكلم على ثلاث حاجات. الليفر فيها لازم يبقى بريزيرف فانكشن، الليفر ده زي الفل تشايلد ايه. الجنرال ستيتس اي سي او جي، يعني العيان ما عندوش اعراض خالص. طيب وثالث حاجه الليجن، الليجن لازم يبقى سنجل ليجن واحد بس وحجمه اقل من 2 سم. يبقى انا لو قابلت عيان عنده سنجل ليجن اقل من 2 سم جنرال طبيعي خالص ما عندوش اعراض تشايلد سكور بتاعه زيرو، يبقى ده اسمه ايه؟ الفيري ايرلي ستيج او ستيج زيرو. طب ايه الانترفنشنز اللي بتتعمل لستيج زيرو؟ الحقيقه هي نفسها اللي بتتعمل لستيج ايه اللي هنقولها بعد شويه. يا اما العيان ده نعمل له ريسكشن جراحه، يا اما لوكال ابليشن، يا اما ترانسبلانتيشن لو مش هينفع ده. بمنتهى البساطه الثلاثه اوبشنز دول. المرحلتين دول الاثنين دول مع بعض اللي هم زيرو وايه بنسميهم السيرجيكال هيباتوسيلر كارسينوما او الكيوراتيف هيباتوسيلر كارسينوما، الكيورابل هيباتوسيلر كارسينوما اللي ممكن يبقى فيها كومبليت كيور. طب تشايلد ايه اللي زي زيرو وبتشترك معاه في نفس الاوبشنز دي؟ ايه تشايلد ايه اسف ستيج ايه الليجن يا اما يبقى سنجل ليجن ما يعديش 5 سم، يا اما يبقوا مالتيبل بشرط ان عددهم ما يعديش ثلاثه ومفيش واحد فيهم يعدي 3 سم. وفي نفس الوقت احنا هنا اتكلمنا عن الليجن، وفي نفس الوقت البرفورمانس ستيتس يكون زيرو، العيان كويس، والتشايلد سكور يكون ايه. هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها زي المرحله الثانيه بالظبط، يعني مش فارق كتير عنها، الريسكشن ترانسبلانتيشن واللوكال ابليشن. المرحله الثالثه اللي هي ستيج بي او بيقولوا عليها الانترميديت ستيج، دي بيحصل فيها ايه؟ ستيل عندنا الليفر كويس
وستيل عندنا جنرالي العيان بالاي سي او جي بتاعته كويسه وما عندوش مشاكل خالص. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الليجن هو اللي عدى الحدود اللي اتكلمنا عليها، يعني يا اما بقى واحد كبير قوي حجمه 7 خلاص عدى ال 5 سم 7 8 10 سم، يا اما بقوا كتير في العدد عدوا 3 او بقوا مالتيبل وواحد منهم عدى 3 سم في السايز. ساعتها بنسميها انترميديت ستيج او ستيج بي. طب وستيج بي دي بتعمل فيها ايه؟ هنا بقى هنبدا الكلام عن الحاجات النون كيوراتيف البالياتيف ثيرابي، ودي اللي بتعمل فيها اختيس او حقن القسطره او ترانس ارتيريال كيمو امبولايزيشن. المرحله الرابعه هي الادفانسد ستيج، دي المرحله اللي بنبدا نتكلم فيها على السيستميك ثيرابيز او العلاجات بقى الاميونو ثيرابي والتارجت ثيرابي، كل الكلام اللي اتكلمنا عليه دكتور اسامه. وعندنا فيها فيرست لاين وسكند لاين زي ما هو هيقول. طب المرحله دي فيها ايه؟ المرحله دي ستيل الليفر فيها كويس، بريزيرفد ليفر فانكشن، الاي سي او جي ممكن اقبل ان يبقى فيه مايلد سيمتومز، ممكن يبقى واحد او اثنين، بس اهم ما يميزها من ناحيه التيومر ان الليجن بدا يخرج بره، بقى عندي فاسكولار انفيجن، عندي ليمف نود انفيجن، او عندي اكسترا هيباتيك سبريد في اي مكان ديستنت ميتاستاسيس. المرحله دي اسمها ستيج سي زي ما قلنا، ودي اللي بنحط فيها سيستميك ثيرابيز. تاني احنا بنتكلم على ديزيز الليفر بروفايل فيه مهم جدا ومحدد جدا للديسيجن بتاعي، وعلشان كده جابوا الناس اللي عندها ليفر سيل فيلير او اللي عندها ديكمبنسيتد ليفر وعندها الاي سي او جي بتاعها وحش وحطوهم في ستيج لوحدهم وسموها تيرمينال ستيج او ستيج دي، ودي للاسف مش هنقدر نعمل فيها حاجه ريجاردلس التيومر كاركترستكس. يعني انا عندي عيان تشايلد سي واسايتس، ما تكلمنيش عن الليجن، ما تقوليش بقى ليجن سنتي ولا 2 سنتي ولا 5 ولا طالع بره ولا داخل جوه، مش هيفرق معايا خالص. وانس ان الليفر بقى دي كومبنسيتد، الاي سي جي والاي سي او جي بتاع العيان بقى ادفانسد، فاحنا كده بنتكلم على التيرمينال ستيج او ستيج دي ريجاردلس التيومر كاركترستكس. احنا قعدنا فيها وقت شويه بس دي يعني ايه اساس الكلام كله. ده يعني او السلايد دي بتلخص نفس الكلام اللي قلناه. عندنا 5 ستيجز 0 A B C D. البرفورمانس ستيتس في اول 3 مراحل لازم تبقى 0، مع الادفانسد 1 او 2، في الاند ستيج طبعا مع ليفر سيل فيلير طبيعي انها تبقى 3 او 4. الليجن لو هنتكلم عليه في الفيري ايرلي سنجل ليجن اقل من 2 سم، في الايرلي سنجل اقل من 5 او 3 كل واحد فيهم اقل من 3 سم، الانترميديت يا السنجل ليجن ده زاد يا المالتيبلستي زادت وبقوا اكتر من 3 او واحد منهم عدى 3 سم، الادفانسد دي اللي قلنا فيها فاسكولار واكسترا هيباتيك سبريد او نودال انفلتريشن، واخيرا الاند ستيج مش فارق معايا الليجن فيها ايه لان احنا بنتكلم على ديكمبنسيتد ليفر. طب ايه الاوبشنز بقى المتاحه؟ انا هتكلم سريعا على اول 3 اوبشنز متاحين اللي هم الكيوراتيف او الكيورابل انترفينشنز اللي هم الترانسبلانتيشن والريسكشن واللوكال ابليشن. بدون الدخول في تفاصيل هنتكلم عن الحاجات الاساسيه اللي انا حتى لو مش بشتغل الحاجات دي ابقى عارف امتى اريفير العيان للجراحه، امتى اريفير العيان للترانسبلانتيشن. اول حاجه الترانسبلانتيشن، مين من عيانين الهيباتوسيلولار كارسينوما اللي ينفع ابعته يعمل زراعه كبد؟ السؤال ده بيتوقف على نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه هي السرفايفل. يعني ايه السرفايفل؟ يعني كل ما اخترت بيشنت وحش قوي كل ما السرفايفل طبيعي هيبقى اوحش. الحاجه الثانيه فرصه الريكرنس، ما انت لو في حاجات عملتها او اخترت العيان بره الكرايتيريا دي هتلاقي فرصه الريكرنس للهيباتوسيلولار كارسينوما عاليه جدا. ومن هنا بدات تطلع الكرايتيريا بتاعت الترانسبلانتيشن. عندنا كرايتيريا كتيره جدا، لسته طويله قوي، يمكن اشهرها هي الميلان كرايتيريا واليو سي اس اف، وبعد كده في الاكستندد ميلان والمتروتيكت، حاجات كتيره قوي يعني مش هنخوض في تفاصيلها، لكن اكتر حاجتين بنستخدمهم هما الميلان والاكستندد ميلان. الميلان كرايتيريا دي طلعت سنه 96، قالوا علشان تزرع للهيباتوسيلولار كارسينوما لازم العيان يبقى عنده ليجن واحد بس اقل من 5 سم، او يكون مالتيبل
بس عددهم ما يكونش زاد عن 3 وما فيش واحد يعدي فيهم 3 سنتي. دي نفس الكراتيريا بتاعت ايه؟ برشلونه بتاعت البي سي ال سي ستيج اي. تمام. طيب اليو سي اس اف قالوا لا احنا يعني هنبحبح الدنيا شويه كده، يعني انتوا كده ايه الفور يير سيرفايفل حوالي تقريبا من 75-80% الفايف يير سيرفايفل مع الميلان. يعني لو انت اخترت العيان بيزد على الميلان كرايتيريا فتتوقع ان السيرفايفل بتاعه 75-80%. طب احنا ممكن نقبل سيرفايفل اقل بس ندخل بيشنتس اكتر. ومن هنا طلعت اليو سي اس اف كرايتيريا وقالت لا، هو لو سنجل لغايه 6.5 سنتي هنقبله، ولو مالتيبل ممكن ناخد 2-3 بس ما حدش منهم يعدي 4.5 سنتي، بس بشرط ان اجمالي السيرفيس اريا بتاعتهم مع بعض ما تزيدش عن 8. يعني يبقى واحد كلهم 4 و2 و2 مثلا، المهم اجمالي ما يعدوش 8 سنتي. فدي اليو سي اس اف اتلاقوا ان السيرفايفل فيها اقل شويه بس مش وحش قوي، يعني 73% اقل حاجه بسيطه، وفرصه الريكرنس اعلى شويه صغيرين. وعلشان كده يمكن مراكز الجراحه بعضهم في مصر هنا بيعتمد على الميلان وبعضهم بيعتمد على يو سي اس اف، يعني مفيش فروقات كبيره قوي. دي ميلان كرايتيريا تاني زي ما قلنا، لو ليجن واحد بس يبقى 5 سنتي، لو مالتيبل ما يعدوش 3 ومفيش واحد منهم يعدي 3 سنتي. دي اليو سي اس اف كرايتيريا، لو سنجل ليجن ماكسيمم 6.5 سنتي، لو مالتيبل 2 ومفيش حد منهم يعدي 4.5 والتوتال اقل من 8 سنتي للسيرفيس. الحاجه الثانيه او الاوبشن الثاني في الكيوراتيف انترفينشن هو الجراحه. طب الجراحه دي امتى بنعملها لعيان الهيباسيوال كارسينوما؟ ما ننساش البي سي ال سي، الشروط العامه الاساسيه لازم العيان يكون بي سي ال سي ستيج اي، وبالتالي بنتكلم نفس الحاجات بتاعه الميلان كرايتيريا عشان يجرح، عشان يخش جراحه. بس هنضيف عليهم بعض الحاجات زي البورتال هايبرتنشن. العيان عشان يزرع، عشان اسف يعمل ريسكشن، البورتال هايبرتنشن بيفرق جدا. ابطل ان بعض مراكز الريسكشن لازم تعمل ويدج فينس بريشر للعيان عشان تاكسكلود البورتال هايبرتنشن. البيليروبين اتلقوا ان الاليفيتد بيليروبين بعيدا عن كل الليفر بروفايل الثانيه خالص بيخلي البروجنوزس اوحش. الالفا فيتو بروتين معظم المراكز يعني ما بين 1800 ما بياخدوش الفا فيتو بروتين اليفيشن اعلى من كده. ليه؟ اصل الالفا فيتو بروتين ريليتد قوي للريكرنس، فهتزرع للعيان الكبد اللي انت زرعته او الامبلانت هيبقى يحصل فيه ريكرنس اعلى. كل دي حاجات بالاضافه للحاجات التكنيكال بقى. ما هو تاني الجراح هيفضل ايه يا دكتور سامي؟ هيفضل الليجن اللي هيبقى اكزوفيتك، الليجن اللي قرب الكبسول، الليجن اللي في الليفت لوب اللي يفتح عليه، يعني ليجن اكسسبل. طب والليجنز البعيده اللي فوق اللي في سيجمنت 7 وسيجمنت 8 دي هتبقى صعبه جدا على الجراح. الليجنز اللي مش هيعرف ياخد فيها سيفتي سيرجيكال مارجن كويس، زي الليجنز اللي راكبه على البورتال فين او على السي بي دي، وهنا مش هيعرف يشفي، مش هيعرف ياخد سيفتي مارجن، ففرصه الريكرنس هتبقى اعلى، فاكيد في الجراحه هتبقى اصعب. وتاني برضو ده بيرجعنا للنقطه اللي بدانا بيها، المالتي ديسيبلينري ديسيجن. القرار ما ينفعش يبقى قرار شخص واحد بس، لازم واحنا قاعدين في لجنه الاورام الجراح يقول لا والله الجراحه دي ممكن تبقى صعبه، لو ينفع تعمل لوكال ابليشن هيبقى احسن. هو ده رؤيته. طيب وبالتالي برضو عندنا ليميتيشنز للريسكشن، الليجن الكبير، المالتيبلستي، الا لو هم مالتيبل مثلا بس هيعرف يلمها، يعني هم 3 بس كلهم في الليفت لوب جنب بعض فيعرف يقطع. لكن لو 3 مثلا وواحد في الليفت لوب وواحد هنا في الشرق وواحد تحت هيقطع من هنا، مستحيل يعملها كجراح. تمام. فدي برضو كلها داخله على او داخله مع الحاجات التكنيكال. اخر حاجه بقى هنبدا هنتكلم عنها هي اللوكال ابليشن. اللوكال ابليشن ده مبني من نفس الكلام، احنا بنتعلم بنتعامل مع عيان هيباتيك، عيان زي ما بيقولوا عليه كده ملصم، محتاج اعمل له حاجه تكون مينيمالي انفيزيف وحاجه اقدر اكررها، لان للاسف الريكرنس في الهيباسيوال كارسينوما از ذا. انتوا عارفين ان الريكرنس بيوصل تقريبا ل 90% خلال 5 سنين مع اي انترفنشن،
يعني خلال 5 سنين وات ايفر اللي انت عملته ايه، عملت جراحه، عملت لوكال ابليشن، عملت راديو فريكوانسي، هترجع تاني. هترجع تاني ليه؟ عشان الباك جراوند اوف سيروزس غالبا اللي عمل فتح سكه الكارسينوجينيسيس من البدايه ممكن يتكرر ويتعاد مره تانية. فعلشان كده لو قدرت اعمل حاجه مينيمالي انفيزيف ده هيبقى افضل عشان اكررها مره واثنين وثلاثه. بدا الكلام انا عندي الليجن جوه الليفر، محتاج اوجه مثلا بالالترا ساوند او باي ايمجينج موداليتي ادخل دامجينج ايجنت، ادخل حاجه تموت الليجن اللي جوه الليفر. والحاجات دي ممكن تبقى حاجه ثيرمال، ثيرمال سواء ادخل حاجه تحرقه او تجمده فريزنج كرايوثيرابي، او ادخل حاجه كيميكال تعمل له تموت الليجن. ومن هنا بدا الكلام عن شويه حاجات جدا الناس بدات شويه حاجات كتيره جدا الناس بدات من سنه 80 اطلعنا هم اول ناس فكروا في اللوكال ابليشن وقالوا طب احنا هندخل بوت سلاين. ناس بدات تستخدم الايثانول، ايثانول او الالكحول انجكشن يمكن من الطرق اللي خدت بوبولاريتي كتيره جدا. ناس جم بعدهم قالوا لا احنا هنستخدم حاجه اقوى مذيب عضوي، اقوى من الايثانول، اقوى من الالكحول اللي هو الاسيتيك اسيد المركز او الجليشيا خلاص، وده بيعمل ديناتوريزيشن اكتر. في ناس قالت احنا هنستخدم بقى الكرايو التبريد زي الكرايو سيرب اللي بيتعمل في كل حاجه، هندخل البروب. بس الحقيقه يمكن ده برضو من الحاجات اللي ما خدتش شعبيه كبيره بسبب الكومبليكيشنز والمورتاليتي اللي بتحصل فيه والاسوشيتد ديسيمينيتد انترافاسكولار كوجلوباسي. يمكن اشهر حاجتين واللي موجودين حاليا في الجايد لاينز هو الكي بالحراره سواء الراديو فريكوانسي او المايكروويف، ودول اللي انا هتكلم عنهم سريعا كده عن الكونسبت الاساسي بتاعهم لان هم دول اللي موجودين في الجايد لاينز. عندنا حاجات يعني تحت الاختبار زي الهايفو او الهاي انتنسيتي فوكس الترا ساوند، زي الهايفو جهاز الهايفو بتاع التخسيس بالظبط اللي انتوا عارفينه، بدل الالترا ساوند لما تبقى دايفرجنت في السونار مثلا لا بيجمع الالترا ساوند في حته عشان تحرق. في بعض الاجهزه بتاعت الهايفو موجوده في مصر. في حاجات احدث زي النانو نايف، وان كان يعني الكوست وطريقه الاستخدام المعقده وحجم الجهاز الكبير بيمنع استخدامها على سكيل واسع. الليزر اللي موجود في كل حاجه برضو استخدموه، وان كان يعني ما فيش جهاز كوميرشالي افيلابل له البوبولاريتي العاليه. وعلشان كده بيزد على الجايد لاينز في حاجات بطلنا نعملها من اللي قلنا عليها دي، اسيتيك اسيد والهوت سلايم والكرايو ابليشن خلاص دول ما بيتعملوش. في حاجات about to be obsolete يعني تقريبا ما عندناش بنستخدمها الا فيما نظر زي الالكحول، وبيبقى بيزد دايما على حاجات تكنيكال. عيان عنده ليجن كده مثلا بدا يبقى اكزوفيتك مش هينفع احرقه بالراديو فريكوانسي ولا هينفع يتعمل له جراحه فبنعمله الكحول، حاجات يعني سيلكتد قوي. ريسنتلي المايكروويف بدا يريبليس الراديو فريكوانسي اللي هو الستاندرد في بعض الجايد لاينز، وهقول لكم برده ميزاته، ويمكن قدام شويه جايز نلاقي الهايفو والليزر موجودين في الجايد لاينز. مشكله اللوكال ابليشن ان انا برده ستيل بتعامل مع عيان هيباتيك عندي مشكله مع الكواجلوباسي، لازم يبقى البروثرومبين كونسنتريشن كويس احسن من 60%، البليتليت كاونت لازم يبقى اكتر من 60,000، ما ينفعش العيان يبقى عنده اسايتس. وما ننساش برضو ان احنا وزن البي سي ال سي ستيج سيجي كان ايه؟ ما احنا قلنا اللوكال ابليشن كله ده مع ايه؟ الراديو فريكوانسي فكرته ايه؟ فكرته ان انا بمرر تيار كهربائي، الحقيقه ده جاي من جهاز الدايسيرمي على فكره بتاع الجراحه. بمرر تيار كهربائي ولازم طبعا نبقى قافلين الدايره، التيار الكهربائي ده بيبقى وزن الراديو فريكوانسي رينج، فمن النهايه خالص بيعمل عند التب بتاعه الابره بيعمل هيت بسبب الراديو فريكوانسي. الحراره العاليه دي بتبدا تحرق التشو وبعد كده تتنقل باي كوندكشن للتشو اللي بعده. دي فكره الراديو فريكوانسي، ودي الدايره المقفوله. يمكن ده اول جهاز طلع على الراديو فريكوانسي كان كوميرشالي افيلابل، كان سنه 96، كان جهاز ضعيف قوي بيحرق لغايه 3 سنتي، ودي اول عمليه اتعملت للراديو فريكوانسي او اول ريبورت اتنشر عليه. حاليا احنا عندنا اجهزه موجوده الاكسباندبل نيدلز ممكن تحرق لغايه ليجنز اب تو 7 سنتي، وساعات احنا بنعمل اكتر يعني. عندنا ابر اشكالها كتير قوي، في ابر بتبقى سنجل، في ابر بيبقى تريبل، ثلاث ابر بيدخلوا مع بعض،
في اجهزه بدخل ابره هنا وابره هنا وابره هنا بوزعها لو انا التيومر عندي شكله مش متناسق وبحرق. عندنا اشكال كتيره قوي من الابر بتبقى على حسب الجهاز وعلى حسب الشكل بتاع التيومر اللي انا عايز احرقه وعلى حسب السايز اللي انا عايز احرقه. لكن في النهايه في كل الاحوال احنا لما بنيجي نعمل ابليشن بناخد سيفتي مارجن حوالي سنتي حوالين التيومر من كل النواحي. دي حاله كنا عاملينها اهي. دي الابره اللي هي لو انتم شايفين الثلاثه نيدلز وده البوست ابليشن سيتي بتاعها. مشكله الراديو فريكوانسي ان زي ما قلنا انا بولد حراره والحراره دي بتتنقل باي كوندكشن. فلو انا جنبي ستراكشر خايف ان هو يتحرق يعني هبقى قلقان جدا ممكن الحراره توصل له. الحراره العاليه دي لو انا جنب بلاد فيسلز ممكن تعمل له ثرومبوزيس بسبب الثيرمال بروباجيشن. خلاص فعشان كده ستيل بيبقى عندنا برضو ايه شويه ليميتيشنز في الشغل. عندنا ظاهره اسمها هيت سينك افكت او ان الحراره بتتسرق. احنا بنحرق بنعلي الحراره نعلي الحراره. لو انا جنبي بلاد فيسل ماشي البلاد فيسل ده هيعمل كونتينوس كولينج الحراره البلاد هياخد الحراره ويمشي ياخد الحراره ويمشي فعمر الحراره ما هتوصل للدرجه اللي احنا عايزينها عشان نعمل الابليشن. اخر حاجه هنتكلم عنها بقى المايكرويف. السؤال لحضراتكم جهاز المايكرويف اللي عندنا في المطبخ بيسخن الحاجه ازاي؟ تبخير الميه. سؤال تاني اشمعنى تلاقوا فيه مثلا اطباق يقول لك ده طبق بتاع مايكرويف يدخل مايكرويف وحاجه تانيه دي ما ينفعش تدخل مايكرويف هتفرقع؟ تفتكروا ايه الفرق او اشمعنى بيعملوا فيها ايه؟ فكره المايكرويف كلها قايمه على الميه. اي حاجه فيها ميه المايكرويف هيحرقها. وعلشان كده اطباق المايكرويف اللي هي بيقولوا عليها البايركس دي بتبقى خاليه من الميه خالص عشان كده ما بتسخنش. طب ايه حكايه الميه دي؟ اي نسيج حي فيه ميه فيه ووتر مولكيولز. فكره المايكرويف مش انه بيعمل فريكشن وراديو فريكوانسي فيولد حراره، لا ده بيبعت مايكرو بيبعت ماجنتيك ويفز. الماجنتيك ويفز دي بتعمل اجيتيشن للووتر مولكيولز اللي موجوده في الخليه فترقصها تخلي الووتر مولكيولز دي تلعب والفريكشن ده هو اللي بيولد الحراره فالخليه نفسها تتحرق. ده في ميزه كبيره قوي ان ما عندناش الهيت سينك افكت اللي كنا بنتكلم عليه، وبالتالي هقدر احرق اي ستراكشر جنب بلاد فيسل او جاي جنب اي حاجه لان انا عارف نهايه الحرق بتاعي بنهايه الويفز والحراره مش بتتنقل باي كونتاكشن. ده جهاز المايكرويف. دي الابره بتاعته بنقول عليها انتنه وده يمكن جهاز الاتش اس. ده الليجن محروق بس المايكرويف حرقه بيبقى دايما كده اوفر طوله غير عرضه. ده جهاز تاني اللي هو الاكيرس. بس شكرا جزيلا.